صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا. طبعا ما يسمعونك لان بعد ما جلستي على الكرسي دكتوره. عموما توها وصل الدكتوره ندى الملا وبتخبرنا ايضا عن ارقام التواصل معنا. صباحكم الله بالخير والنور والسرور. سامحوني تاخرت، وايد زحمه الدرب، في حادث مستوي. الف سلام المصابين ان شاء الله، وصباح الثلاثاء الجميل اللي يتبعه ان شاء الله. اي جميل، انت بعد بديت بحادث. وين تم شيء جميل؟ يتم جميل ويتبعه الأربعاء، بعدين الخميس الونيس إن شاء الله. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي DH_دبي على الإنستغرام. طيب دكتورة، قبل أن أخذ دراستنا اليوم أو خبرنا اليوم، خلينا يعني نشوف الصباح الجميل مع أسمى الجناحي، بيكون أكيد أجمل من صباحك. صباح الخير. صباح الخير أسمى، كيف حالك؟ صباح دكتورة. هلا يا أسمى، هلا، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. الواحد يأخذ من شيء إيجابي، يمكن كان بيكون شيء أفضل من شيء ويسعى الحديث. هي إن شاء الله. مو بيه مسوي حادث بالحديد ولا في الناس. مو بنا الناس مسوي حادث، في حد مسوي حادث. الناس مسوي حادث. إنت شو أخو دكتورة؟ الشارع مستوي زحمة، الناس تطالع الحادث. شو عندنا من أهم الأخبار على السوشيال ميديا أسماء؟ واليوم عندنا الكثير من الفعاليات أعتقد. اليوم إن شاء الله مثل حالي قاعدين نركز على مجموعة من الأشياء اللي راح نبدأ ننزلها من إن شاء الله يوم الأربعاء، وهي كلها بمناسبة يوم القلب العالمي واسمه الناس قلب صحي. أمس عن العيادة الذكية، وإن شاء الله التوعية راح تكون مكثفة من الخميس لين يوم أو من الأربعاء لين يوم السبت. ممتاز. وننصحهم أن يتابعونا لأن فعلا راح تكون فيه وايد معلومات يمكن أول مرة يسمعونها بعد. غير هذا إحنا بعد نقول رسالتنا الصباحية. المستقبل الناجح هو لمن يرون الفرص وينتهزونها قبل أن يراها الجميع. صحيح. فدائما النصايح، يعني الواحد ينتهز الفرص، ما يقول أنه خلاص أوكي راح انتظر المرة الجاية بتري الوقت المناسب. الفرصة ضيق خذها. في أسم بعد في حد مرة قال لي الفرصة أو الفكرة أنت تكون تفكر فيها، شخص ثاني سوى له خطة عمل، شخص ثالث طبقها، وشخص رابع جنى الأرباح. فلازم واحد ما ينتظر يقول لا بعدني بفكر، يبدأ يشتغل في الفكرة وينتهز الفرصة مثل ما تقولين. وشكرا لك يا أسماء، ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. طيب نحن اللي يبغي يسمع مكالماتنا اليوم ممكن أن ينتقل على حساب هيئة على حساب نور دبي، بيسمعون المكالمات كاملة اللي هو نور دبي في الانستغرام، واللي موجود معانا عبر هيئة الصحة بيشوف كواليسنا أكثر. يعني زين، عموما في دراسة حديثة تقول أن الإفراط في تناول الملح يزيد من خطر السكري. هل كيف؟ توصلت دراسة حديثة إلى أن الإفراط في استهلاك الملح قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري، ونتائج الدراسة التي اشتملت على بيانات عدة آلاف يعني أشخاص في السويد أظهرت أن استهلاك الملح يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النمط الثاني بنسبة 65% لكل 2.5 جرام
إضافي في الاستهلاك اليومي يفوق الحد المطلوب. الباحثون وجدوا بأن الأشخاص الذين كانوا يتناولون المقدار الأعلى من الملح حوالي 1.25 ملعقة صغيرة أو أكثر، يعني هذا اللي تعادلها، يواجهون خطرا أعلى بنسبة 72% للإصابة بداء السكري من النمط الثاني بالمقارنة مع الأشخاص الذين استهلكوا الكميات الطبيعية من الملح. ولكن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى بعض التفسيرات المحتملة لتلك العلاقة، مثلا زيادة الملح أو استهلاك الملح قد تزيد من مقاومة الجسم تجاه الإنسولين، وأن زيادة استهلاك الملح ترتبط باستهلاك أطعمة غير صحية تتسبب في زيادة الوزن. نتائج هذه الدراسة تم عرضها خلال شهر سبتمبر الجاري في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لأبحاث السكري الذي عقد في مدينة لشبونة البرتغالية. من الجدير ذكره أيضا بأن دراسات سابقة كانت قد خلصت إلى أن استهلاك الملح يرتبط بشكل واضح بزيادة خطر السكري المناعي الكامن، وهو أحد أشكال السكري من النمط الأول الذي يتطور بشكل بطيء عند البالغين. ميرا شوفينا إذا عندنا مشاركات عبر الهاتف خبرينا عنها. دكتورة شو تعليقك على هذا الموضوع؟ محمود، في مقولة دائما كنا نقولها، السمان الأبيضان، السكر والملح. في وايد ناس عندهم فكرة أن السكر لو كلت وايد سكر احتمال يجيني سكري، هذا الارتباط مو بوايد صحيح. ولكن شوف، في الدراسة تقول أن الملح يزيد نسبة الإصابة بالسكر. ليش؟ لأن الملح تناول كمية كبيرة من الملح مرتبطة يسوي لنا، ترى الملح محمود يسوي أول شيء يرفع الضغط، رقم اثنين يسوي احتباس السوائل في الجسم، ورقم ثلاثة بالعادة الأكلات تكون غنية بالملح مثل ما قالت الدراسة، الملح تكون في الأكلات الغير صحية، يعني مو معقول أنا باكل أكل صحي وبكون كريمة في الملح، أكيد بيكون ملحي أقل. بس الملح ترى محمود، تعرفش المشكلة في الملح؟ إنه يكون في الأكلات السريعة تلاقي الملح مثل ما نقول مخشوش متخبي ما تشوفه، يعني تاكل تحس الاكل طعمه عادي، ولكن الاكل الطعم اللي انت تحسه واللي تحس انه لذيذ وتبغى تاكله مره ثانيه بسبب نسبه الملح العاليه اللي فيه اللي تخليه لذيذ جدا ويشجعك تطلب منه مره اخرى. في حد يقولنا على الانستغرام ممكن تنبهون الناس على الماء المالح ومتى تاكله؟ بس اقرا التعليق اللي قبله. هو نفس الريال، هو نفس رمادي ريال مادي طالب، طالب. المالح، المالح لا، المالح هذه قصة أخرى تماما. يعني اللي ما يعرف المالح محمود ممكن تعرفه ما هو المالح؟ الحين أنا الطباخ ولا أنت؟ لا أنت. هو السمك اللي تم حفظه في كميات كبيرة من الملح، يعني في بيب ألمنيوم، يعني علبة البيب هو عبارة عن علبة ألمنيوم. يعني زين، العلبة هذه دكتورة أنا سمعت أنه ممكن يعني لا سمح الله تؤدي إلى بعض الأمراض، يسوي تسمم محمود، تسمم. يسوي يعني تسمم. أنت ما تنصحين بالبيب؟ لا طبعا، لأن الألمنيوم المواد اللي تتفاعل، يعني لاحظوا دائما لما يقولون تشترون يوم تطبخون أشياء تلاقون لازم يكون الوعاء مكتوب عليه إنيرت. شو يعني إنيرت؟ يعني لا يتفاعل. شو اللي يتفاعل؟ الزجاج، البلاستيك والألمنيوم يتفاعل. أتذكر كان في بعد تصريح في موضوع أن تدرين يوم يسيرون البر يلفون الأكل بألمنيوم وكذا على أساس الشوى وكذا، قالوا أن هذه ممكن تسرطن الأكل. تسرطن الأكل بس، بس الرد كان دكتورة أن هذه ما كحفظ للأغذية عادي، لكن للطبخ لا، للطبخ لا. لا أنا سويت ترى قبل فترة تحليل لمعدلات السموم في الجسم، والألمنيوم لما يرتفع نسبة معينة يعتبر مواد سامة اللي تأثر في عملية الإيض، فطلع عندي الألمنيوم محمود عالي. يوم سألت الدكتورة قلت لها ليش عالي؟ قالت هل تطبخين بالألمنيوم؟ يعني هل تخلين الأكل تغطينه بألمنيوم وتطبخينه في الفرن؟ قلت لها بعض الأكلات مثل الدياي يعني نغطي. قالت هذا يسرب الألمنيوم للأكل فيرفع معدل الألمنيوم في الجسم. وتعرف الألمنيوم لما يرتفع حتى يأثر في انتظام السكر، في تنزيل الوزن، في عملية الإيض، في كل هذا، يعني مو بس سرطان، ناس تقولك بس سرطان، ولكن حتى في العمليات الأيضية اللي تسوي في جسمنا. زين، هني تقول للألمنيوم جهتين، جهة ضارة وجهة مبضارة. الألمنيوم هي في اللي يقول لك في الجهة اللماعة واللي غير لماعة. اللماعة اثنيناتهم نفس الشيء. اثنيناتهم والله أنا حسب علمي كله ضار، بس يقول لك إذا تبى تشوي يعني تأخذ من الناحية الغير لامعة، ولكن ما في دراسة تقول هذا جهة ضارة أو لا. زين، السلام عليكم، المعلبات فيها نسب عالية من الملح، كيف أتخلص منها؟ على السريع،
في عندكم خيارين. أول شيء في وايد من المعلبات محمود في منها فرش، يعني ليش أخذ مثلا الفول الفاصوليا وهالأشياء معلبة، ناخذ فرش يعني نفورة أو نغليه ونستخدمه. زائد إذا أنتم مضطرين تستخدمون معلبات، يعني مثلا الفول يأخذ فترة طويلة عشان يستوي، اغسلوه شوي، اغسلوه بالماء في مصفاة عشان ينزل منه الملح، ينزل منه الملح كمية الكبيرة ماله. المجمدة أفضل من المعلبة؟ المجمدة، في فول مجمد يا أيمن؟ والله ما كنت أدري والله في فول مجمد. المجمد أفضل لأنه ما في أكل ما تعرفينه. شوفوا في فول مجمد أنا ما تخيلت. المجمد يكون بالعادة أفضل، ما في كمية الملح الوايدة، وحتى ترى السائل المحفوظة فيه المعلبات يحتوي على نسبة عالية من الملح والمواد الحافظة، فالمجمد أفضل. طبعا الطازج أفضل وأفضل. تقول أنت بتخربين على التجار، ليش ينباع عيل الألمنيوم؟ يا جماعة كل شيء ينبع للحفظ، يعني انت مو بانك تسخنه ولا هذا الحين مو بهني. وبعدين حق الشيشة هذا اللي يشيشون يحطوا لهم ألمنيوم، خلي يحطون دبل ألمنيوم اللي يشيشون دبل من فوق ومن تحت. عموما دكتورة ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معانا، ما أدري إن شاء الله يا رب نحصله، دكتور سهيل الركن، لأن ما شاء الله مشغول وايد وعنده عمليات وعنده كذا، لكن إن شاء الله يكون معانا عبر عبر بعد الفاصل. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. كانت عندنا هنا الدكتورة عفرة بن كتة تقول توجد دراسات أثبتت أن يعني الألمنيوم أحد عوامل مسببة لمرض الزهايمر عند تناول الأغذية المغطاة دائما بالألمنيوم، وتقول ولكن عند تراكم الألمنيوم بنسب معينة في الجسم. هذه من المعلومات اللي قالت لنا اياها. لان الألمنيوم محمود من السموم تعتبر في الجسم، يعني بعد ارتفاع لنسب معينه تبدا تترسب في الخلايا وعلى الاعصاب. عشان شيء انزين، وتقول التغذيه الصحيه تنبع من اتباع الحميه المفضله لك والمتنوعه، ولكن بتعديل بسيط يجعلها صحيه متكامل تغذويا، يعني قصد الدكتوره. شكرا لك عفرة بن كتة. ايضا اماره دبي تستضيف في شهر أكتوبر 2019 الدورة 24 لمؤتمر المنظمة العالمية لطب الأعصاب كأول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تحظى باستضافة هذا الحدث العالمي. ونحن نتكلم عن هذا الحدث وأهميته عبر يعني مداخلة من الدكتور سهيل الركن استشاري الأعصاب بمستشفى راشد ورئيس المؤتمر العالمي للأعصاب لعام 2019. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير. تعرف دكتور أنا وايد يعني يحز في خاطري أن ما تكون معايا في الاستوديو. يا سلام، صح والله، يعني دائما أتمنى أي لقاء تكون معانا في الاستوديو. وجودك جميل دكتور في الاستوديو، تعطيتي نكهة خاصة. يا سلام. بس نحن مقدرين أن عندك مشاغل وتوك راد من المؤتمر وعندك الكثير من المرضى ينتظرونك وهذا، لكن خلنا دكتور في البداية نتكلم عن أهمية فوز دبي باستضافة هذا الحدث والمقومات اللي ساهمت يعني لفوز إمارة دبي بهذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا على الدعوة والاستضافة. مرحبا صباح الدكتور. صباح الخير دكتورة. صباحك ورد دكتور. والله هو صباح الدكتور، صباح الدكتور. أنا دائما لازم يوم أدخل الدوام أقول صباح الدكتور للكل. يا سلام. تفضل دكتور. نعم، فالحمد لله استطاعت دبي أن تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأعصاب. هذا أكبر مؤتمر على مستوى العالم يعقد كل سنتين في مدن عالمية. أول مرة بيكون في منطقة القشر الشرق الأوسط في دبي في 2019. كانت عدة دول دخلت في منافسة لاستضافة هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والحمد لله تم انتخاب دبي لهذا الأمر لعدة مميزات. المميز الأول الحمد لله استعداد مدينة دبي لاستضافة مثل هذه المؤتمرات العالمية.
المؤتمر الحالي اللي كنت أنا أحد موظفينه في كيوتو كان عدد الحضور 9,000. ما شاء الله. التوقع إن شاء الله دبي يكون أكبر من كذا. إن شاء الله. الرقم 2 التطور الطبي اللي تشهده منطقة الإمارات أو دولة الإمارات ومدينة دبي، هذا من الأشياء التي ساعدت على استضافة دبي لهذا المؤتمر. ممتاز. كم عدد الحضور المتوقع دكتور؟ أكون وياك صريح، كنا في اللجنة العليا لإدارة هذا المؤتمر، فكان الرقم المتوقع مبدئيا 10,000. 10,000 شخص يحضر هذا المؤتمر. ممتاز. في علوم الأعصاب. ممتاز. عدد كبير دكتور. أكبر من آخر مرة انعقد في المؤتمر هو كان 9,000. لا، أكبر عدد في الهيستوري مال هذا أو تاريخ هذا المؤتمر. 23 كان في كيوتو كان 9,000 اللي هو كان قبل أسبوعين. ما شاء الله. فإحنا متوقعين إن نكسر هذا الرقم، هو صعب. بس دبي ما لديها حاجة اسمها صعب إن شاء الله. وهي وجهة أصلاً جذب للجميع، الناس من جميع أنحاء العالم، فتوقع وجود مؤتمر هذا سبب إضافي يجذب الناس إلى دبي. دكتور. نعم دكتور علمك. نعم. يعني على مستوى المنطقة دبي في السياحة العلاجية، في نوعية المستشفيات، في نوعية الأطباء الموجودين، تعتبر منطقة جاذبة لمثل هذه المؤتمرات. صحيح. الحمد لله. صحيح دكتور سهيل، بس هذا بالنسبة للناس اللي بيحضرون، احنا بالنسبة لنا كأطباء وأطباء بشكل عام في الخليج والمنطقة العربية، شو أهمية هالمؤتمر لنا احنا كأطباء؟ انزين، احنا هذا المؤتمر مؤتمر تخصصي، ولكن اللي بيحضرونه أطباء الأعصاب، أطباء جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة. في مجال مثل طب الأسرة في دورات بتكون في كيفية التعامل مع الصداع، وهذا مهم لأطباء الأسرة. من الأشياء المهمة في هذا المؤتمر أنه بيعرض أحدث التقنيات والعلاجات المتبعة على مستوى العالم في علاج أمراض الشيخوخة، أمراض الخرف، أمراض الجلطات الدماغية، أمراض التصلب الويحي، أمراض الصرع، الباركنسون. هذه أمور كلها جديدة سوف تعرض إن شاء الله في المؤتمر القادم بإذن تعالى. ممتاز. طيب دكتور، يعني أي مؤتمر دائما يعتمد بشكل كبير على المتحدثين ونوعية المتحدثين، فخلنا نتكلم عن مستوى المتحدثين اللي بيكونوا موجودين في هذا المؤتمر. سؤال جدا جميل. المؤتمر اللي قمناه في كيوتو قبل أسبوعين حضر عنا 3 من الحائزين على جائزة نوبل في الطب. ما شاء الله. كانوا أحد المتحدثين، وإحنا متوقعين إن شاء الله استضافة نفس العدد من الحائزين على جائزة نوبل في الطب لهذا المؤتمر في دبي. كذلك رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر اللي في دبي هو عميد كلية الطب في جامعة أكسفورد اللي تعتبر من أرقى الجامعات على مستوى العالم. المتحدثين اللي مخطين أساميهم حالياً 250 متحدث على مستوى العالم، 250، وهذا يعتبر عدد كبير حقيقة. المؤتمر هو 6 أيام، فبتكون في مئات الورش العمل، مئات المحاضرات، مئات الدورات التدريبية. يعني شكل ما يقولون مؤتمر الأعصاب اللي بتستضيف دبي في 2019 الله أعلم بعد 20-50 سنة ممكن أنه ينعاد في هذه المنطقة، فالله يوفق الجميع في هذا الشيء. ممتاز. دكتور سير، في عندنا سؤال وحدة حصة مستمعة تقول: السلام عليكم، هل دخول مؤتمر للعامة أيضا؟ لأن ولدي في الصرع. بتكون في ورشات مصاحبة للعامة. ممتاز. للتوعية كي. بأمراض معينة مثل استعقمنا في اليابان ورشة للتوعية بأمراض الصرع والتشنج، بتكون في ورشة للمرضى اللي لديهم أهل مصابين بالخرف أو الألزهايمر، للتصلب الويحي. فإن شاء الله هاي كلها بتعرض خلال المؤتمر كورش عمل ومحاضرات للببليك للجمهور. ممتاز دكتور، يعني هني أنا بغي بس من خلال زيارتك أنت للدورة 23 مؤتمر المنظمة العالمية لطب الأعصاب اللي انعقد في اليابان، نبغي نتعرف على أبرز النقاط أو المحاور اللي خلصت إليها أعمال هذا المؤتمر.
نعم، أول شيء كان في بالنسبة لأمراض التصلب الويحي في تطور مهول، هذا في آخر 5 سنوات في تشخيص هذا المرض، في علاجات هذا المرض. في علاج لها الحين دكتور ولا؟ في علاجات له متطورة، يعني ممتاز. قبل 6 سنوات فقط كانت إبر نعطيها تحت الجلد، حاليا في حبوب نعطيها. ممتاز. في دواء جديد نازل حاليا جرعتين أو 3 جرعات في السنة كلها بالوريد، هذه الحمد لله نفتخر أن موجود هذا العلاج في هيئة الصحة. احنا نعتبر يعني من المراكز المعدودة على مستوى المنطقة اللي تعطي هذه الأدوية. ممتاز. لأن تحتاج إلى ناس متخصصين والهيئة لديها كوادر في هذا المجال، هيئة صحة دبي. ممتاز. من التوصيات اللي رفعت أن نسبة المصابين بالجلطة الدماغية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الثالث في ازدياد، فتم عقد جلسات مع ممثلي الصحة في منظمة الأمم المتحدة لمناقشة كيفية زيادة التوعية بأمراض القلب والضغط والسكر لتقليل الإصابة بالجلطة الدماغية، فهي إحدى المحاور الرئيسية اللي كانت موجودة. ممتاز. طيب دكتور، نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونبغي يعني تشوف لنا وقت تكون موجود معنا في الاستوديو، لأن عندنا وايد مواضيع نبغي نطرحها، من ضمنها أمراض الصرع، من ضمنها تصلب الويحي، كذلك نعرف الجمهور بهذا المرض، وأيضا العديد من الأشياء اللي ممكن تساهم في الوقاية من الأمراض اللي ممكن تصيب الأعصاب، أعصاب المخ يعني، هذا اللي نتحدث عنه. شكرا لك دكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد، ورئيس مؤتمر المنظمة العالمية لطب الأعصاب اللي بينعقد في دبي عام 2019. كل التوفيق لكم. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. طيب، وجود مثل هذه المؤتمرات دكتورة مسألة مهمة جدا، مسألة تزيد يعني من القيمة الطبية لإمارة دبي. صحيح. وتزيد أيضا من الخبرات، خبرات خاصة بالكوادر الطبية مثل ما ذكر، حتى لطب الأسرة عندكم بعد بعض الورش إن شاء الله. الله يحيينا إن شاء الله هذاك الوقت، ونحضر الورشة ونعطيكم التغذية الراجعة أو فيدباك عن الورش. بتحضرين يعني؟ إن شاء الله، الله يحيينا إن شاء الله هذاك الوقت. وهيك قلتي ما تبغين تحضرين. لا بالعكس محمود، بالعكس، لا، وجود مثل هالمؤتمرات تسهل إن أطباء دبي وبشكل الإمارات بشكل عام إنهم يحضرون مؤتمرات الكبيرة، مثل ما سمعت دكتور سهيل لما قال المتحدثين، ما شاء الله متحدثين حاصلين جوائز نوبل ولهم مناصب معروفة عالميا، فوجود مثل هذه لو تعرفنا عليهم وأخذ المعلومات منهم هو إثراء لنا احنا كأطباء اكيد. تقول تاريخ كام المؤتمر؟ المؤتمر بيكون في شهر اكتوبر 2019. 19 ها؟ مو بعد سنتين. هي مو بالشهر الجاي ولا هاش اسمه يعني 2019. سنتين غمضوا فتحوا خلصت السنتين والله. كيف؟ يعني كناية عن سرعة مرور الايام. اه مش تشبيه، كناية. كناية. تعرفين شو الفرق بين التشبيه والكناية؟ يلا قولي. ترى انت عندك اللغة العربية الفصحى. لا، ما نطلع فاصل دكتورة، بعد الفاصل ان شاء الله عندنا موضوع اخر بنتكلم عن واحدة من الحالات اللي تم انقاذها في مستشفى دبي. تبون تعرفون القصة؟ بنخبركم عنها بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. تمكن أطباء مستشفى دبي من إنقاذ حياة مريضة في العقد الثاني من العمر، كانت تعاني من ورم متقدم وصل إلى الوريد الجوفي المؤدي إلى القلب وشكل خطورة بالغة على حياة المريضة، بعد أن اعتذرت العديد من المستشفيات داخل وخارج الدولة عن استقبال المريضة نظرا للخطورة المرتفعة للتعامل الجراحي مع هذه الحالة. بنتكلم عن حالة المريضة، شو كان حالتها وسط المستشفى وغيرها، مع الدكتور سلام الحسني، بروفيسور مساعد استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالخير، السلام عليكم. عليكم السلام. تعطيني دكتور فكرة عامة، شو الحالة اللي وصلت فيها المريضة للمستشفى وشو كان عندها؟ المريضة بصراحة تحولت لأن في عيادة المسالك البولية في مستشفى دبي من قبل أحد الزملاء في المستشفيات الخاصة.
بعد ما راجعت عندها نتيجة وجود كتلة كبيرة داخل البطن مو معروف شو هي هاي الكتلة. أجريت لها بعض الفحوصات هناك في المستشفيات الخاصة، وهي أوردي كانت عاملة في بعض الفحوصات خارج الدولة وكان شبه مشخصة ولكن ليس بشكل كامل أو بشكل تفصيلي لنوعية ماهية الكتلة هاي. صحيح. من شفت المريضة في عيادة المسالك البولية في مستشفى دبي، احنا عادة نقول اول ما نبلش بالفحص السريري. صحيح. هنا الفحص السريري عندنا بالجراحة الكلى والمسالك البولية عادة اورام الكلى صعب انك ممكن تحسها بالفحص السريري. صحيح. بس انا اقدر اقول هاي الحالة كان ممكن تشوفها من ضخامة الورم. من ضخامة الورم. يعني كان جزء كبير من الورم باين من بطن المريضة. وطبعا أكيد كانت تعاني من آلام شديدة، وآلام في الظهر، آلام في الجنب، إضافة إلى وجود تبول دموي شديد عندها أدى إلى نقص في الهيموغلوبين الدم وغيرها من الأمور. الشيء المحزن المبكي كمان انه هي المريضة كانت عندها طفل عمره سنتين، فقد يكون هذا كان الورم عندها من اول او كان صار جديد كبر بشكل متسارع، هذا في علم الغيب، بس صحيح. غالبا بيكون موجود ورم بالقدر هذا كان موجود من الاول. صحيح. اجرينا لها الفحوصات، اكيد اجرينا لها الفحوصات من السي تي سكان ام ار اي الفحوصات الاوليه المطلوبه، فبينت عن طريق الصورة أن وجود هذا الورم اللي هو اصلا جاي من الكلى، الكلية اليمين للمريضة، ورم كبير بالحجم، كبير جدا، قد يكون ماخذ ثلث حجم الاحشاء داخل البطن، وداخل داخل الكبد، وهذا كل الأمور جراحيا يعني نوعا ما شائع. صحيح. بس الشيء اللي عند المريضة هاي هو أنه وجود الورم من داخل الوريد، مثل ما تفضلت حضرتك أنه الوريد اللي مؤدي إلى القلب، وهذا بوجود خثرة. هاي الخثرة راح تكون الريسك وين فيها، أنه تشيلها ولا ما تشيلها. صحيح. إذا ما شلتها كأنك ما سويت شيء لأنه الورم لسه موجود. صحيح. شيلها راح قد يؤدي أنه أثناء العملية أول شيء أنك راح تفتح هذا الوريد اللي هو الوريد الأساسي بالجسم، قد يؤدي إلى نزيف صعب السيطرة عليه، صعب جدا السيطرة عليه، ونفس الوقت أنه قد هاي الخثرة أثناء العمل تهاجر تروح للقلب، وبعدين ممكن تؤدي إلى جلطات في الدماغ. صحيح. جلطات بالقلب وهل يعني كان لازم يكون الموضوع دقيق وسريع. وكل التجهيزات موجودة، كل الاحتمالات الواردة اللي ممكن تصير تكون جاهزة. صحيح. أكيد شرحنا للمريضة بكل التفاصيل هذا أنا والكادر الطبي جميعا، وبينا لها الخطورة، هي كانت بصراحة عارفة لأنه مر على أكثر من مكان ومعتذرينها، والحمد لله اللي ساعدنا منقول بس احنا قدراتنا وكفاءتنا، كمان ايضا الامكانيات المتوفره في مستشفى دبي، لانه هذا قد لازم يكون من الشغلات المتوفره لك انه اذا احتاجت جراحين القلب. صح. فاحنا كان الشيء اللي دعمنا انه وجود جراحه القلب، طبعا اكيد هم كانوا عندهم علم بالموضوع، احنا بدنا نجري هاي العمليه قد يؤدي الى ممكن اذا ادت الى هجره هاي الخثره داخل القلب قد نحتاجكم في تدخل، يعني تدخل سريع. صحيح. وما قصروا، الشباب كانوا جاهزين. لسه الحمد لله كانت الامور سيطرنا عليها بعد ما شلنا الكتله بالكامل. رحنا للوريد الجوفي ايضا، فتحنا بطريقة جراحية والدم استئصال الخثرة الدموية، الخثرة مش الدموية، الخثرة السرطانية اللي رايحة للداخل، والحمد لله يعني المريضة حتى ما طولت بالمستشفى. أنا كنت أبغي أسألك عن حالة المريضة دكتور حاليا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر، وضعها جيد. مدى طلعتوها من المستشفى وضعها جيد؟ أي لا ما طولت الحمد لله، كنا متوقعين تعرف أن هاي الحالات ممكن تروح للعناية وتبقى. صحيح. بالعناية. صحيح. ولا فترة. اللي ساعد أنه عمرها الصغير أيضا بصراحة. أنه عمرها الصغير. صحيح. والأمور مشت بشكل سليم. صحيح. وطلعت المستشفى برقم قياسي نقول بعد تقريبا 4 أو 5 أيام
ممتاز. أنا هنا بس أبغي أأكد على شغلة دكتور، أن الدكتور تحدث عن الفريق اللي كان موجود اللي هو فريق القلب، كان على جاهزية للتدخل لا سمح الله إذا كان في حاجة للتدخل. هنا أبغي أتكلم عن التوجه الجديد اللي قامت بها هيئة الصحة بدبي بتشكيل فرق. هذه الفرق تكون موجودة من عدة تخصصات، شفناها ما بين مستشفى دبي وراشد ولطيفة في بعض الحالات الخاصة للأطفال، وفي هذه الحالة كذلك كانوا الجماعة ستاند باي على أهبة الاستعداد للتدخل. مثل هذه الممارسات الصحية أو الطبية تعطي يعني مثل ما نقول أمان أكثر العملية وتعطي نسبة نجاح أعلى وقاطعك وتعطي ثقة صراحة، تعطي ثقة للمريض من يشوف في مالتي ديسيبلينري تيم احنا نسميه موجود عدة فرق مشتركين، ولنفس الجراح يكون يعني عنده باك اب قوي يعني. صحيح. دكتور سلام، طبعا اتوقع السؤال يطرح نفسه الحين، المريضة جدا عمرها صغير يعني في العقد الثاني يعني عمرها 20 سنة تقريبا، فشو سبب مثل هالورم في هالعمر؟ و في ناس الحين تخاف تقول لك كيف اعرف ما عندي ورم هي في عمر صغير 20؟ يعني بالعاده احنا نتوقع الاورام في الاعمار الكبيره. هل عندنا تاريخ مرضي من قبل؟ هل كان ورم سرطاني ولا ورم حميد؟ فممكن تعطينا شوي معلومات عن حالتها الورم اللي كان عندها. ابتداء الورم بالحجم هذا ودخول هذا هو ورم سرطاني صراحه، ورم سرطاني متقدم ومن النوع الاجريسيف بنسميه يعني يعني شديد الخطورة اوكي اللي عندها. هو نادر جدا بصراحة بيكون بالعمر هذا بالنسبة للمريضة، نادر جدا نلقيه. بس أنا إذا تسمحوا لي كنت أسمعكم بالمقطع الأول كنت أحكيون عن الألمنيوم والأمور هاي والفاست فود والهاي، هذا كل العوامل مساعدة جدا اللي صرنا نشوف أورام بشباب. صحيح. هذا كله للأنهيلثي والأكل الغير هيلثي، هذا كله بيؤدي إلى هاي الأمور اللي كانت قمنا نشوفها بشباب. قمنا نشوف شباب بأعمار صغيرة بالعشرينات أورام المفروض ما بنشوفها بس صرنا بنشوفها. إضافة إلى ذلك هو علميا مو بس انه السبب انه اورام صارت تكون موجوده بالشباب، وانما العنايه الطبيه المتوفره. صحيح. صرنا نقدر نشخص الحالات اكثر من قبل. يقول ما في اعمار معينه، هذا ولد ربيعي عمره 4 سنوات وفي ورم في الدماغ واستأصله ويتعالج بالكيماوي وربي يعافيه ويقومه بالسلامه. وايد شباب ماتوا بسبب الاورام وخسرناهم رحمه الله عليهم، مثل ما ذكر الدكتور لان نمط الحياه بعد كذلك يا جماعه الخير. المسألة كلها يعني الشيء الوراثي من الله. صحيح. هذا ابتلاء من رب العالمين، ولكن نحن بدينا كذلك دكتور أن نساهم في وقاية أنفسنا من العديد من الأمراض، منها مثل ما ذكرت الابتعاد عن بعض الأكلات الفاست فود. أنا أستغرب الأكلات السريعة. أنا بس إذا أقدر أعلق هنا بس أقاطعك أنا آسف. بالنسبة يعني ما له علاقة بأورام الكلى، بس خلينا نقول له علاقة بالمسالك البولية بشكل عام. تفضل. إحنا في مثلا أورام البروستات عند الرجال. إحنا الميدل إيست يعتبر أنه الأورام غير منتشرة. باليابان والصين يعتبر نيل، مش موجود هذا الورم. أوكي. أوكي. بينما في أمريكا يعتبر شائع. شائع جدا. صحيح. عملوا كثير دراسات قال لك انه شو السبب، هل هو وراثي؟ تجي على الوراثي تعرف انه امريكا بها الناس من افريقيا، الناس من الميدل ايست فروم ايفريوير، فتوصلوا الى كونكلوجن او نتيجه نهائيه انه لا، هو طبيعه الحياه وبالذات الفاست فود اللي خلت هذا الورم بالذات منتشر اكثر من غيره بسبب وجود نسبة الملح العالية الغير. صحيح. الدهون المشبعة وغيرها. فبصراحة يعني احنا قلنا كأنست الفاست فود بس هو يعني مثل قنبلة موقوتة ممكن تنفجر. صحيح. في المستقبل. صحيح. لا هذا قاعد يقول كل شيء يسوي سرطان حتى الماء قالوا يسوي. لا هذا الكلام غير سليم يا جماعة الخير. مو كل شيء. لا مو كل شيء. واحنا محمود يعني لو تلاحظ حتى الدكتور واحنا دائما بنتكلم نقول ممكن يرفع نسبة الإصابة، ولكن ما نقول مسبب، لأنه يا جماعة هو عوامل يعني يسمونه مالتي فاكتوريال، يعني في أكثر عن عامل مشترك ممكن يؤدي المرض، أي مرض كان سواء كان سرطان أو غيره، حتى السكري حتى الضغط، مو عامل واحد، هم أكثر عن عامل يؤدي لإصابة بهذا المرض، فنور الناس تخاف يعني. جميل. قسم الكلى والمسالك البولية في مستشفى دبي عند العديد من الإنجازات اللي تحققت حقيقة يعني
منها استئصال أكبر كلية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يعني التقنيات والإمكانيات المتوفرة في هذا القسم دكتور، يا ليت تخبرنا عن شو الخدمات اللي أنتم تقدمونها، وشو الأشياء وشو التقنيات اللي موجودة، والكادر الطبي اللي موجود هناك، حتى الكادر البشري اللي نتكلم عنه في عملية يعني إنقاذ وتحقيق مثل هذه الإنجازات. بعد الحمد لله بصراحة، والدعم اللي نلاقيه من الإدارة، من إدارة المستشفى وهيئة الصحة والدعم الحكومي بشكل عام، نقدر نقول إحنا الإمكانيات المتوفرة في عندنا في قسم المسالك البولنية وفي مستشفى دبي تنافس وقد تسبق في كثير من المراكز المحلية والعالمية. على هالأساس لو جينا في تعرف كأي قسم فيكون عيادات خارجية في الدخول للمرضى والعمليات الجراحية. في العيادات الخارجية قد تكون إنه الإمكانيات والمتوفرة والأجهزة التشخيصية اللي on spot بشكل مباشر كل الأجهزة اللي قد تكون لازم تتوفر هي متوفرة عندنا، من جهاز السونار، جهاز فحص وظائف الكلى، دفع البول، إلى أجهزة التفتيت حتى داخل لبعض الحالات في العيادة نفسها. لو رحنا على العمليات، الإمكانيات البشرية المتوفرة، احنا في تيم يتكون من 12 أخصائي واستشاري في جراحة مسالك بولنية، في عدة متدربين في عدة بلدان من العالم، في أوروبا، في كندا وفي غيرها. فهذا الكومبينيشن خلينا نقول، أو هاي شو اسمه، أدى إلى يعني وجود خبرات ولله الحمد اللي كل واحد صار اللي ينقل خبراتها من كل مكان من أجل تطبيقها. ولا ننسى بنفس الوقت أنه هناك دعم من الإدارة والهيئة الصحة للقسم. قد يكون في قليل من المستشفيات تلقي فيه هسه، غير أنه تعرف في إنجاز أنه الـ 3D printing اللي أيضا تم في هيئة الصحة في مستشفى دبي في قسم المسالك البولية. إحنا العمليات اللي بنسويها غير أنه العمليات المناظير، نسوي 3D operation، يعني كأنك داخل بسينما 3D. صحيح. اوكي، كثير من العمليات اللي تكون تضرون تسويها طريقة 3D اكيد تعطيك وضوح وانجاز اكبر واحسن من هاي. طيب دكتور، انا في سؤال غريب هني يسألون، ازاي تعمل ديتوكس طبيعي للكلى؟ ديتوكس إزالة السموم. طبعا دكتور، الحين في مثل موضة طالعة أن نسوي ديتوكس للقولون، ديتوكس للبشرة، ديتوكس الكلى، يمشون على هذا اللي يحطون فيها مايم وفواكه، يمتنعون عن اللحوم وشي. يعني في ناس دائما فكرتهم أنه لازم مرة في السنة لازم أنظف الكلية أو جسمي من السموم. واضحة. إحنا بالنسبة إن المسالك البولية بشكل عام أحسن شيء تسوي ديتوكس أو تنظف، اللي هم اللي أفتهمه من هذا، هو بشكل طبيعي هو استعمال الكرينبيري جوس أو عصير التوت البري. توت. صحيح. هو هم أنتي أوكسيدنت اللي هو يسوي مضاد تأكسد. مضاد تأكسد. عصير ولا العصير أو شو اسمه، بس العصير الفريش، مش مو بالمعلب في مواد حافظة سكريات، لا الفريش هذا. أو نفس الوقت هو يمنع ويعالج التهابات المسالك البولية. صحيح. ننصح مرضانا حتى دائما ياخذون كرامبري جوس. وفي ناس حتى الوالدة الله يحفظها دائما تقول عصير قصب السكر، تقول وايد زين الكلى، وخصوصا الناس عندهم حصوات، لانه يسوي مدرر بول داريسس هو وعصير الليمون. شو علاج سلس البول دكتور؟ أول شيء توقع جوابه طويل لأن هل هو صغير السن، كبير السن، والسؤال كذي، بس خلنا نشرحها بشكل سريع. لكل عند النساء اللي هم عند النساء، وهو الشائع خلينا نقول، يا ريت يعني اللي بيسمعون النساء، في لأنه عالميا معروف في أكثر ناس يسمعون النساء، ما عليك، 25% من النساء عندهم سلس بول بس هيدن ما يحكون عنه. علاجه جدا سهل، قد يكون عن طريق حبة أو قد يكون عن طريق فقط علاج طبيعي أو جراحي بسيط. صحيح. يومي تنحل المشكلة وتغير حياتها. صحيح. أنا شفت مريضة بالعيادة يعني بتقول لك إنه you change my life I am woman back again. صحيح. لأن سلس البول مشكلة، وفعلا دكتور وايتي النساء في العيادة عندهم سلس البول، ولكن يخجلون إن يعترفون إن عندهم سلس في البول. تقول أنا ما عندي، بس مع التاريخ المرضي يبين عندها. فهاي دعوة من الدكتور إنه لا نخجل، لأن هذا عبارة عن مرض وتدخل، يعني لا علاج مثل أي شيء ثاني.
ويأثر في حياة المريضة بشكل كبير سلاسل البول. علاجه بشكل تام وينتنسى نهائي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتور يعني قبل لا نختم معاك بس نبغي. أيمن عنده سؤال. أيمن؟ هي. يقول حبوب الكرامبيري اللي تنباع مفيدة ولا لا؟ أيمن ما مفروض ما يسأل، هو مخرج. ها. هو دكتور من كذا ما يسمعنا نتكلم. زين شو سؤالي؟ سؤال حبوب الكرامبيري تنفع ولا لا؟ تنفع. هلا هم خاصة صار يسووا الكرامبيري ويسووها مع يسموه بايوتكس أوكي اللي هم اللي قبل الأنتيبايوتكس اللي هو بيش اسمه تنفع، في موجودة في بعض الصيدليات. نعم تنفع. خاصة تنزل وزن دكتور؟ أنا أحكي لك عن تجربتي. أنا نزلت وزن 16 كيلو خلال 6 شهور. كيف؟ دايت أند إكسرسايز. الجوابين الجواب السحري يا دكتور، ما في يعني كنا نقول نفس الجواب. هل التقطر في البول أو الشعور بالحاجة للبول كل ساعة عزكم الله أمر طبيعي؟ طبعا لا، بس له أسباب كثيرة، منها التهابات البول إذا بالرجال أكثرها أنه التضخم البروستات، وأيضا يعني هذا شغلات شائعة وممكن علاجه في شيء بس. لون البول دكتور مؤشر على أمراض معينة؟ أكيد طبعا. لون البول احنا عادة المعروف ان لون البول هو اصفر بسبب وجود الكروم اليوركروم اللي موجود الصبغة الطبيعية. بصراحة الانباء البارحة انا كان عندي المحاضرة بالجامعة، البنات سألوني نفس السؤال. شو اللي احنا دائما نقول للمرضانة ايش قد تشرب سوائل، يسأل ايش قد اشرب لتر لترين ثلاثة لتر باليوم، اقول له انا ما اعرف، انت اذا عامل تشتغل بالحر تحتاج اكثر، اذا قاعد مثلنا بالتبريد تحتاج اقل، فلازم دائما يكون المقياس عندك هو لون البول. لون البول الطبيعي هو يكون يا كلرلس بدون مثل المي او اصفر فاتح. صحيح. من يصير اصفر غامق معناته في مشكله، في مشكله. صحيح. من يكون احمر طبعا في مشكله ثانيه. صحيح. في من يكون التيربد يعني في مو بصافي، يعني مو بصافي معناته. صحيح. في مشاكل التهابات وغيره وغيره، حتى ممكن يكون في بروتينات زياده عن اللازم فبيحتاج فحص معين. شكرا لك يا دكتور. ما ادري كلمه اخيره تبغي توجهها؟ بس بالنسبة لمدام فتحنا الموضوع، احنا بصراحة we'll do campaign بالنسبة للموضوع السلس البول عند النساء بالتعاون مع دبي community development اعتقد والست بشرة القائد. احنا نتران لانه نسوي في مثل كامبين للنساء عن سلس البول وتوعية. ممتاز. وإن شاء الله حتى نبين المهم أنه موجود هذا العلاج. ممتاز دكتور. أيضا أنا بضم صوتي لصوتك دكتور أن يا جماعة الخير لا نخجل من المرض. أكيد. يعني أي مرض شو ما كان لا نخجل أن نروح الطبيب ونتعالج منه لها، لأن هذا مرض. أكيد. يعني هذه نصيحة نوجهها لكم. محمود إحنا دائما نقول إنكار المشكلة لا يساهم في حلها، يعني إن أنكر عندي مشكلة أو مرض معناه ما راح أحلها. صحيح. دكتور سلام الحسني بروفيسور مساعد استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى البينة، شاكرين لك تواجدك معنا ونتمنى لك التوفيق. الله. وشكرا لكم على جهودكم اللي تساهمون فيها في إنقاذ حياة الناس، لأن بأمانة يعني الأطباء عندنا ما شاء الله عليهم عندهم جهود كبيرة، نتمنى من الناس يقدرونها. صحيح. شكرا جزيلا. شكرا. شكراً لك دكتور. دكتورة ندى. هلا. واحد يسأل يقول وش حالك يا محمود، انت وضيفك راعية القهوة والكاكاو معك يا محمود مو جاي، ما نستغني عنها الدكتورة. انزين. عموما من جاوب على الأسئلة اللي جتنا على الانستغرام تحت الهواء ان شاء الله، لأن وقت البرنامج عندنا انتهى. شكرا لك دكتورة ندى الملا. شكرا لك ميرا. شو اللي راسه شوي، خلينا نسلم على ميرا. انزين شكرا لك ميرا الاخفضي. ايمن سرحيل شكرا لك، وان شاء الله يا رب تشاركنا التقديم بعد ما دام انك يا استطرح الاسئله يعني. يا سلام. عموما شكرا لكم، حتى نلقاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع جديده. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.